طيب على الجانب الاخر لويس ميكسوني، واحد من اللاعبين الجيدين جدا وظهر مع النادي الاهلي بشكل مع او ضد النادي الاهلي في مباراه سيمبا بشكل رائع جدا، برضو لو تشرح لنا ايه اللي حصل في هذه الصفقه. لويس كان اشتغل مع موسيماني قبل كده في سان داونز. نعم موسيماني كان عارفه، كان كل تعليقه ان هو كان اللي بيطلعه اعاره كل شويه عشان يكتسب خبرات اكتر، زي ما احنا بنعمل كده مع لعيبه عندنا دلوقتي في النادي الاهلي. ايوه بعد كده لويس كان رفض الاعاره، كان عايز يطلع يلعب بشكل اكبر، يعني يظهر بشكل اكتر من وقتها، لغايه ما لعب في سيمبا واتطور ونضج كده الفتره الاخيره. فموسيماني بيتكلم ان هو حافظه، لويس لعيب كويس جدا، لعيب باللفظ، وكان بيقول دايما ان هو لعيب جعان كوره. هتلاقيه دايما حتى هو اجريسيف، طريقه لعبه نفسها اجريسيف، احتفاله بالاجوان اجريسيف، ده طريقته جدا كده. بيلعب يمين وشماله، بيلعب الوينجين يمين او شمال زي بعض بالظبط. فدي حاجات في الوان تو وان عنده كويسه جدا. فكان موسيماني كان مركز معاه جدا، هو كان عايز يكون موجود. واحنا لما قعدنا تابعناه بشكل كويس الفتره الاخيره برضه مش هنحط اتجاه ان هو فعلا لعيب مميز ولعيب ممكن يكون اضافه لينا ان شاء الله.